ونذهب للرياضة، وإحنا فتحنا ملف تطوير كرة القدم، مشروع كرة القدم، وكان عندنا عدد من الضيوف. فتحنا القضية الأكبر، ثم قلنا إن إحنا هنبتدي نتكلم على ملفات فرعية جزئية ولكنها ملفات أساسية في كرة القدم. النهاردة هنتكلم عن الأندية الجماهيرية، الأندية الشعبية، الأندية اللي لها جماهير، الأندية اللي طلعة من مدن، طلعة من محافظات غير الأهلي والزمالك. للأسف اتحاد أو الدوري العام المصري في 18 نادي، منها 6 فقط هي الأندية الشعبية أو ذات الجماهيرية، منها طبعا الأهلي والزمالك، والباقي 12 نادي هي الأندية التابعة للشركات. طب مين الأندية اللي هي ذات شعبية وجماهيرية؟ طبعا الأهلي والزمالك، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، المصري، بلدية المحلة، هم دول الأندية اللي في الدوري الممتاز، اللي هم 6 الأندية اللي لها جماهيرية وشعبية. نيجي بقى 12 نادي تابعة لشركات وهيئات ومؤسسات: بيراميدز، زد، مودرن، فيوتشر، فاركو، سيراميكا، كليوباترا، ان بي، الجونة، وغيرها من الأندية. طبعا في الداخلية، وفي البنك الأهلي المقاولين، وفي المقاولين، وفي طلائع الجيش، كل دي أندية أيضا تابعة للشركات. ايه ميزة الأندية الجماهيرية وايه ميزة أندية الشركات؟ أندية الشركات عندها فلوس، الأندية الجماهيرية عندها جماهير. فالحقيقة هل يمكن دمج أندية الشركات والأندية الجماهيرية معا؟ ازاي لا تسقط الأندية الجماهيرية في فخ الخروج من الدوري الممتاز؟ دي كلها أسئلة. ازاي ننقذ هذه الأندية؟ كانت الأندية الجماهيرية مصنع النجوم، مصنع اللعيبة. أبو تريكة طلع من الأندية الجماهيرية، لعيبة كتيرة طلعوا من هذه الأندية الجماهيرية، مش الأهلي والزمالك، أنا بكلمكم على المصري والترسانة. محمد صلاح، لا، محمد صلاح طلع من المقاولين، وده من الأندية ذات الشركات. لكن الأندية الحية الجماهيرية طلعت نجوم كبار، الناشئين في الأندية الجماهيرية أيضا كانوا دايما مصنع للاعبين. خلونا النهاردة جلستنا عن كيفية إنقاذ الأندية الشعبية والأندية الجماهيرية. واسمحوا لي أرحب بضيوفي، طبعا ناقد رياضي الكبير أستاذ فتحي سند، وهو صاحب الفكرة على فكرة أن احنا نعمل هذه الجلسة، ونجم وأسطورة الإسماعيلي السابق الكابتن علي أبو جريشة، ويعني أنا سعيدة بوجودك معنا كابتن. كابتن حسام غويبة، نجم النادي المصري السابق أيضا، وكابتن شاكر عبد الفتاح، نجم نادي الترسانة السابق. أهلا بيكم يا كباتن، احنا سعداء ان انتم موجودين معانا. ونسمع بقى من استاذ فتحي سند عن المشكلة، كلمنا عن المشكلة. اولا بعاهد حضرتك على التصدي لهذه المشكلة باعتبارها هي عصب صناعة كرة القدم. يعني تناول حضرتك لهذه الأزمة من منطلق انه لا استثمار ولا اقتصاد في الكورة ولا رعاة ولا نتائج بس إيجابية ولا صناعة كاملة بدون جمهور. ده يعني الحاجة الأساسية الأولى، أن الجمهور هو الذي يرفع من شأن اللعبة ومن قيمتها ومن تسويقها ومن استثمارها إلى آخره، لأنه ما فيش ولا راعي ولا مسؤول ولا مستثمر هيجي يستثمر في مسابقة بتقام معظم مبارياتها سرية. وبعدين لما نيجي نبص على المشكلة بنلاقي أن المشكلة لها مصدرين: مصدر مالي، وده بعد كاس العالم 90 بنفكر الناس، معلش انا هلخص المشكله. سنه 90 يا كابتن علي لم يكن في الدوري المصري ولا فريق للشركات. كان في 18 نادي يا مدام لميس كلهم انديه جماهيريه. وكانت الصناعه ماشيه بشكل كويس وملاعب، وفي السنه دي خد الدوري الاسماعيلي. بالظبط 90. والاهلي الثاني والزمالك الثالث. وبعد كده المصري والاتحاد والمحل الجدول كده. لما دخلنا في عالم الاحتراف بدأ انهيار سوق كرة القدم في مصر، بمعنى انه الاحتراف دخل عندنا فجأة. كابتن جوهري جه من كاس العالم قال لك احتراف. لم يمارس الاحتراف حضرتك الا في جانب واحد، هو اللاعبين، البيع والشراء. لم نعد انفسنا للاحتراف بشكل يمكن من خلاله ان احنا نتقدم خطوات صح.
كان كل الاحتراف في عقود اللاعبين. من هنا بدأت البلوى الكبيرة، انه بدأت الفلوس تذهب للعيبة فقط، ومنظومة الاحتراف في مصر مش مكتمل على الاطلاق. اللهم بس اللعيبة وكل المنظومة هو بقى راس المال بيروح للعيبة. مين اللي بيخطف؟ الاهلي والزمالك في السنوات الاولى قاعد يخطف الاهلي والزمالك ويدخلوا مع بعض ويرفعوا السعر، والدنيا بدأت تمشي والسوق بدأ يضطرب دون معايير او قواعد لتحديد سعر اللعيب، الى ان بدأت الاندية الشركات تدخل، كانت والهيئات بدأنا بإمبي وبعدين ببتروجيت وبعدين طلائع الجيش وبعدين الاسيوطي وحدوتة كبيرة لغاية ما ظهر مين؟ البعبع الكبير بيراميدز من 5-6 سنين. أصيب السوق بحالة من التصدع الشديد وارتفع، وبدأت الأسعار ترتفع إلى أن اضطرت الأندية الجماهيرية إنها تبيع عيالها عشان تعيش، لأن كل الفلوس يا إما في الأول راح بالأهلي والزمالك أو إن بيراميدز رفع السوق ودخل بقى الأندية اللي ستك أشرت إليها دي، بدأت تمتص دم الأندية الجماهيرية كل شوية تبيع 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 إلى أن خسرت كل من تملكه من لاعبين، وبعدها راح في الوباء. في نادي النادي الاولمبي اللي خد الدوري مش موجود، الترسانه جنبنا هنا المحل ده خد دوري برضه، والمحل خد دوري ستة كاس مصر. المأساة الكبيرة بقى حضرتك، عشان بس يعني انا هعرض المشكلة وتكملوها حضرتك، لو بصيت النهاردة للسنة 90 مفيش ولا فرقة من الشركات والهيئات، في 2024 حضرتك بتقول 12 من 6. الخطر الخطير 12 من 18. الخطر الأعظم بقى الزحف القادم بقى من دوري المحترفين الذي بدأ هذا الموسم. دوري المحترفين بتصدره النهاردة 3 شركات. أيوه طبعا بتروجيت 3 شركات، ومن ضمن ال 24 في 12 نادي من الشركات. معنى كده إنه الزحف المحترفين اللي عشان بس نشرح للي مش اهل الكوره قوي، دول اللي بيتاهلوا للدوري اللي هو احنا عندنا الدوري الممتاز ثم بعديه دوري المحترفين. دوري المحترفين ده اول مره يبقى اسمه أول مرة. هو لا. كان ده دوري اسمه به ممتاز به ممتاز به ممتاز به اصلا دوت الدوري الممتاز دوت اسمه القسم الاول القسم الثاني القسم الاول والقسم الثاني القسم الثاني اللي هو دوري المظالم يعني القسم الثاني اللي هو منقسم الى قسمين تجميل يعني محترفين وبه هو المحترفين والقسم الثاني به اللي هو مقسم الى 6 مجموعات. كان المفروض اساسا كانوا 3 مجموعات كل مجموعه 18 فرقه، فيعني كان فيها شيء كده من الايه المجامله الى حد ما. هي انا عايز اوصل لحضرتك قسمت كل مجموعه بقت مجموعتين فبقوا 6 مجاميع. انا عايز اوصل لحضرتك انه القاعده التي ستتحرك منها الانديه التي ستتصاعد من اسفل الى اعلى معظمهم شركات وهم اللي هتصدروا. اللي هم مين بقى؟ اللي هم بتروجيت ووادي دجله هم الاثنين دول متصدرين في لا 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 بتروجيت والمحله الثالث والمحله بلديه المحله والمحله خدت بال حضرتك غزل المحل بس ده نادي جماهيري. لا لا حضرتك بتروجيت لا 3 شركات هيئته شركات بتروجيت الاول وادي دجله حرس الحدود صح دول الثلاثه. فطبعا معنى كده ان احنا الشركات بتزحف، اي ان راس المال بيجزو الملاعب بشكل غير منظم. والاكثر من كده حضرتك انه الاعداد لهذا الدوري مضى من اتحاد الكوره بنفس السرعه التي تعامل بها اتحاد الكوره سنه 90 لما بدا الاحتراف بكلمه دون ان يضع الاسس التي يمضي على الاحتراف. نفس الخطا في دوري اللي هو المحترفين ده، هوبا يلا يا جماعه اضرب. فالنتيجه ان الانديه دي لم تستعد جيدا لا من حيث الملاعب ولا الامكانيات ولا الفلوس ولا مش عارف ايه. هي المشكله استاذ فتحي شركات وراس مال، دي مشكله. هي المشكله يعني في العالم كله الشركات هي اللي بترعى الانديه، هي اللي بتبقى الراعي للانديه. ده اول جزء من الحل على فكره، ده الوضع الطبيعي في العالم كله. احنا عندنا دلوقتي الشركات بتنافس الانديه، يعني الاسماعيلي او المصري او الاتحاد بدل ما يبقى في شركه كبيره او كيان كبير بيرعى الانديه عشان تطلع ليه، دي انديه محافظات وانديه شعبيه وانديه هي اللي بتطلع احنا جاي علينا وقت في الاسماعيلي يعني كان في 6-7 في المنتخب، يعني كل المجموعه اللي طلعت جميله من الاسماعيلي اللي لعبوا عبد الله سعيد على حسني فتحي وفتحي وبركات
وسيد معوض وكل الشله دي طالعه من الاسماعيلي، كل ده من الاسماعيلي. حجازي اللي بيلعب لغايه دلوقتي حجازي اسماعيلي، علي جبر اسماعيلي، السليه اسماعيلي، لو عديت حمص اسماعيلي، كل ده منين؟ من القاعده. لان انت النهارده انت ما تروح يا استاذ فتحي تلعب في مثلا النادي الاهلي بيروح يلعب في اسوان، تتفرج يوم مبهج، الناس كلها بتروح تتفرج وتلعب وتتبسط، وفي نفس الوقت اسوان عنده جماهير. انت النهارده عمليه الولاء والانتماء بتبدا من هنا، انه بيبقى عايز اسوان، الجمهور اسوان عايز اسوان يكسب، واخد بالك؟ فهنا بتلاقي انت في انجلترا بتلاقي مانشستر تلاقي الجمهور شو ازاي بيأزر، حتى هدرسفيلد تاون تبص تلاقي ليه جمهور وليه شعبيه. هي دي الكوره. انما الملعب كوره زي ما بتقول في السر، وزي ما يكون الشركات بتزاحم الانديه الشعبيه، دي واحده. اتنين، النهارده عمليه الفلوس، انا النهارده بدي على قدي حاجه بسيطه، ابص الاقي جاي له 8 او 9 او 10 في في في, في شركه او في بنك او كده، خلاص اللعيب يسيبك. وبعدين هنا اللعيب ما عندوش طموح، طبعا مش هقول ان طبعا الماده مهمه، لكن هو عنده يروح يقعد في زد او في بيراميدز او في الاهلي او في الزمالك احتياطي، ولكن يقبض 10 و12 طبعا، ولا يروح الاسماعيلي عشان يلعب او المصري عشان يلعب. هي دي. فالنهارده طيب، عندك لعيبه قاعده على الدكه بتقبض. ده اول جزء. طيب خلينا نشوف هذا التقرير. اولا انا عايزه افكركم بهذه الانديه، الانديه دي للناس اللي ما تعرفهاش، زي ما قلت لكم دي كانت مصنع النجوم، يعني كابتن علي ابو جريشه ده نجم، يعني صيت كبير، ايقونه مصريه مش فقط الاسماعيلي، الاسماعيلي ده كان برازيل الكره المصريه، اول فريق مصري وعربي يحقق لقب ابطال افريقيا عام 69، خد 3 مرات بطوله الدوري العام ولقبين ومرتين كاس مصر. مين بقى اللي خرج من الاسماعيلي؟ تعالوا اتفرجوا مين اللي خرج من الاسماعيلي غير كابتن ابو جريش. هني عندك عماد سليمان، شحته، فاكرين شحته؟ العربي، محمد حازم، ميمي درويش، بركات، عماد النحاس، سيد معوض، حسني عبد ربه، محمد حمص، دول كلهم نجوم اسماعيلي. خلونا نشوف عبد الله السعيد ودلوقتي الاسماعيلي في المركز ال 15. خلونا نشوف هذا التقرير عن النادي الاسماعيلي، برازيل الكره المصريه. الانديه الشعبيه كانت هي اللي بتمثل دوري العالم. كان عندنا مثلا نادي السويس، نادي المنيا، نادي اسوان، نادي المحله، بلديه المحله، كل الفرق دي كانت بتمثل انديه شعبيه. كلهم كانوا في الدوري الممتاز، وكان في منافسه بينهم، والمنافسه تبقى قريبه من بعض. ليه؟ لان الامكانيات الماديه كانت قريبه من بعض. دلوقتي دخلت علينا انديه الشركات، انديه الشركات في ميزانيه مفتوحه معاهم، بيقدروا يجيبوا اللعيبه اللي هم عايزينهم، بياخدوا اللعيبه من دي، فضوا اللعيبه من الانديه بتاعه الجماهيريه وبيستقطبوهم ليهم هم. في عندي انديه دلوقتي بتصرف ملايين الملايين من مصادر المفروض ان هي خارج ميزانيه بتاعتها، وده كلام المفروض انه يعني بيطبق في العالم كله الا مصر، وهو اللعب المالي النظيف، الفاينانس فير بلاي. مفروض حضرتك انك ميزانيتك السنويه ما تصرفش غير حجم ايراداتك الخاص بكره القدم، هو ده الحد بتاعك في الصرف. اما انه يتجاوز الموضوع لتبرعات وتمويل شخصي و و و و و انت هتنافس ازاي؟ النادي مثلا النادي الشعبي ده ليه جمهوره. انا النهارده مش قادر اتخيل يعني ايه النهارده ابقى قاعد في استاد والاستاد ما فيهوش جمهور. فين المتعه؟ هو اللعيب رقم واحد، هو اساس اللعبه هو الجمهور. انا عندي مثلا لولا جمهور النادي الاسماعيلي ما كانش زمان الاسماعيلي ده موجود، ممكن من سنين فاتت. جمهور النادي الاسماعيلي هو اللي مدي مذاق وحلاوه للكوره وللعبه وللفرقه. ما اقدرش انا ادفع 10 وغيري عنده يدفع 50 و60 وكلام، فلازم يكون في سقف للعيبه وكلام. ده هيخلي وجهه اللعيبه هتتغير من انديه الشركات. لا، انا النهارده اللعيب النهارده لما يروح انديه الشركات هو هيروح عشان الامور الماليه بس، لكن الـ الشهره والمنتخب والعالمية بتطلع من الأندية الجماهيرية مش من أندية الشركة. نسمع من كابتن حسام غويبة ومن نادي المصري. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أولا عايز أتكلم في بعض النقاط دي مهمة جدا عشان نصلح مسار مش الكورة، الرياضة في مصر. يعني أنا يمكن كنت بتكلم مع الأستاذ فتحي من شوية بره الهوا،
في نموذج يحتذى به اللي هو كرة اليد المصرية، وازاي عملوا ضوابط وازاي عملوا ده اتحاد متعلم. معلش انا اسفة يعني عندك ده كاتحاد كرة اليد بقيادة حسن مصطفى، ده اتحاد علمي متعلم، حاجة محترمة، ماشي، محدش بيتدخل في كلامه، ماشي كده. لا في حد بيقول له اعمل كذا ولا في حد بيقول له سوي كذا، اتحاد متعلم. ده اللي انا عايز اقوله استاذ لميس، ان في ضوابط لازم كله يلتزم بيها وتطبق على الجميع، ويكون اتحاد اللعبة اقوى من اي حد تاني. دي نقطة، وبناء عليه يتم تفعيل نقاط مهمة جدا، ولازم الدولة تساند وتساعد في هذا الكلام. عودة الجماهير يعني الحياة الطبيعية ترجع للملاعب، لأن طبعا احنا بقالنا 12 سنة بدون جماهير. طب في قرار مؤخرا من الرابطة بعودة 20,000. هو بقى السؤال، أنا هكلم يعني حضرتك على النادي، هكلم حضرتك على النادي المصري. لو دلوقتي الزمالك بيلعب المصري، الزمالك بيلعب المصري 10 و10، في 10,000 من المصري هينزلوا؟ لا طبعا، لسبب بسيط، احنا بنلعب في برج العرب، 350-400 كيلو من بورسعيد لبرج العرب. النادي المصري يا جماعه محروم بيعاني من بقاله 12 سنه ملاعبه بعد الحادث الكبير اللي حصل بينه في ماتش النادي الاهلي، وطبعا في كم شهداء كتر في النادي الاهلي، يعني تحيه الارواح. وتعرض للعقوبه وخد 5 سنين من الفيفا نفسها وخلاص، واصلا في انجلترا الكلام ده وانتهت ايام الهوليجان، خدت فهنا كانت تعاقب ب 12 سنه كتير يعني. يعني احنا بحس ان احنا في مهجر، يعني احنا مهجرين حتى هذه اللحظة 12 سنة. فلازم الحياة الطبيعية ترجع، مش للنادي المصري بس، لكل الملاعب، علشان نرجع روح اللعبة. يعني يمكن الكابتن علي من شوية قال ان مكان الاهلي يلعب مع المصري بورسعيد كارنفال، كارنفال جميل، احتفالية جميلة، الزمالك يجي حاجة جميلة. اندية الجماهيرية استاذ لميس يعني عصب اللعبة، الاندية الجماهيرية يعني لو المصري لعب مع فاركو، مع بترو جاك، مع زد، مع فيوتشر، مفيش ال 10,000 بتوع النادي ده مش موجودين. حضرتك قلت 12 نادي شركات وستة بس، يعني نسبة 1 لـ3، 3 أضعاف. وبعدين زي ما الأستاذ فتحي قال إن كمان اللي جاي ده خطر، لازم يتم أخطر حاجة بقى كمان مهمة جدا، إن الأندية الشعبية الموجودة دلوقتي في الدوري الممتاز أشخاص هم القائمين على الصرف وبيصرفوا على النادي، زي مستر كامل، زي الاستاذ ابو الحسن في الاسماعيلي، زي الاستاذ محمد مصلحي في الاتحاد. مشكله كبيره جدا لو الناس دي انتخلت او الناس دي مشت، العمليه هتبقى صعبه جدا. النادي المصري مر بمحن لولا اشخاص، من بدايه من الله يرحمه السيد بتولي، ونهايه بمستر كامل ابو علي محافظ بورسعيد. ما ممكن يبقى محافظ رياضي يهتم ويضحي ويساند، زي الراجل اللي موجود اللي هو عادل غضبان حافظ بورسعيد، وفي واحد يبقى جاي مالوش في الرياضه ومالوش دعوه بالكلام ده وبيهتم باشياء اخرى. الكوره حاليا يا استاذ لميس امن قومي، لان هي جماهيريه، فلازم يتعمل يا استاذ لميس ورش عمل من المختصين والخبراء، ونقعد ونتكلم وندرس ونحط بنود، وبعدين في الاخر تدرس ونطلع بتوصيات مهمه جدا عشان نصحح مسار. احنا على فكره من سيء الأسوأ، عايزين يعني ستوب ونبدا نبني من جديد. خلينا نشوف هذا التقرير عن المصري البورسعيدي والنادي المصري، يعني برضو من ايقونات الكره المصريه، احد اهم الانديه الشعبيه بعد الاهلي والزمالك والاسماعيلي، فاز بكاس مصر في موسم 98. لم يتوقف تتوقف الكره في النادي المصري الا باستثناء موسمين بس في خمسينيات القرن الماضي، بسبب تاثر النادي بعد اعقاب عدوان الثلاثي على بورسعيد. النادي المصري محروم حتى هذه اللحظة من بقاله 12 سنة ما بيلعبش على ملاعب النادي. ليه؟ بسبب زي ما قلت لكم، لو أو حتى في مدن القناة كلها، ولا بيلعب، ممكن يلعب في أي مدينة من مدن القناة. النادي المصري المجلس الإداري بيطالب أنه يجي الإسماعيلية، الاستاد القناة، بدل ما يروح برج العرب، يعني لأن مشوار جامد جدا. يعني أنا بسمي 7-8 تنفار اللي بيحضرهم من الجماهير اللي يروحوا برج العرب دول، بعتبرهم ناس في دقيقة.
مصريين بصراحه ان هم يضحوا بوقتهم وفلوسهم وتعبهم وجهدهم في عز البرد والمطر. حتى رفض ان يلعب الاسماعيلي في استاد الجديد رئيس قناه السويس مصطفى كلنا موجود صحيح. يعني الاسماعيلي كمان ما بيلعبش في لا بتكلم عن مصر معلق على العاصمه الاداريه وانا كنت موجود اثناء توقيع العقد نعم ما بين الفريق اسامه ربيع ومستر كامل وحسين ابو قمر يعني طلبوا العاصمه الاداريه وبرضه لا لا في استاد القناه الجديد قناه السويس الجديد في اسماعيليه وبعد ما اتوقع العقد ما اعرفش ليه ما تمش ان المصري حتى في اسماعيليه يعني مساله العقاب الطويل ده بالنسبه للمصري عقاب كتير جدا جدا يعني صعب صعب يا استاذ صعب جدا يعني بصراحة. المصري دلوقتي فين في الدوري كويس المركز السادس يعني الاسماعيلي في ال 15 تقريبا في ال 14 او 15 والمصري حد يا مس يا استاذه لميس حد يقول ان النادي الاسماعيلي في المركز ال 15 انا بكلمكم على نوادي يعني المصري ده تاسس سنه 1920 الاسماعيلي المقاويه بتاعت الاسماعيلي اللي من دول مقاويه الاسماعيلي خلاص يعني 24 26 لا 24 حضرتك لو بصيت هتلاقي الترسانه كمان اقدم والترسانه لا الترسانه واحد من اقدم النوادي ده راح في الوباء الترسانه راح في ما احنا جايين للترسانه بس نشوف هذا التقرير عن النادي المصري البورسعيدي كان في نادي او اتنين للشركات دلوقتي بقى في اكتر من ممثل للشركات فده طبعا خلق حاله من التنافس الشركات دي عندها امكانيات ماديه عاليه ممكن ان هي تدفع برؤوس اموال اكتر من الانديه الشعبيه الانديه الشعبيه طبعا في ظل ارتفاع اسعار اللاعبين والمنظومه الاقتصاديه بوجه عام يعني مطلوب منها مصاريف كبيره ومصاريف عاليه في بعض الاحوال يعني بتبقى فوق طاقه ان النادي الشعبي يستحملها الانديه دي مرتبطه بجماهير ونبض شارع واسماء كبيره زي النادي المصري والنادي الاسماعيلي ارتباط نفسي بين الجماهير وبين البلاد دي والنادي الاتحاد السكندري طبعا كل انديه يعني والمحله لازم يكون في رجل اعمال يصرف غير كده مفيش اي موارد للنادي فطبعا دي مشكله كبيره انت عندك انديه الشركات عندها موارد كبيره جدا بتصرف عليها بتجيب لعيبه باسعار كبيره انت مش عارف تنافسها فهو ده اصعب حاجه يعني لازم الانديه الجماهيريه تاخد حقها في عقود البث تاخد حقها في عقود الرعايه من الشركات اعلى من الانديه بتاعت الشركات انت بتشوف الدوري الانجليزي بتشوف الدوري السعودي دلوقتي وصل لفين احنا كدوري مصري بالنسبه للفلوس اللي انت بتاخدها كرعايه او بث تلفزيوني في مقابل عقود لعيبه لا الوضع صعب جدا فده انت محتاجه عشان تحاول تواكب الدوريات اللي بره كابتن شاكر يعني النادي الترسانة ده الشواكيش دول كانوا العظام برضو بتوع كرة القدم تأسس سنة كام النادي الترسانة 21 من النوادي القديمة على فكرة أول نادي اتأسس كان نادي السكة الحديد, وده نادي شركة نعم نعم 1903 أول نادي كان نادي شركة والأولمبي 1905 بالظبط فالشواكيش أو نادي الترسانة يعني فاز ببطولة ده 6 ألقاب كاس مصر بعد الأهلي والزمالك على طول يعني. احنا عندنا أول مسابقة وأقدم مسابقة في الكرة المصرية كانت الكاس السلطاني الترسانة هي خدت أول كاس اتعمل 34 23 وتاني أول النادي المصري وتاني أول فريق يخرج الدوري العام من الأهلي ومن الزمالك صحيح. بالإضافة لست بطولات كاس مصر. هو طبعا يعني للأسف الشديد احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي في قصة الترسانة من سنة كام بره الترسانة للأسف الشديد هبطت سنة 2009 ومن 2009 مش قادر يرجع لحد الآن ما قدرش يطلع ثلاث مرات أو أربع مرات يوصل في المباراة النهائية ويحصل إخفاق طبعا دي ليها أسباب أخرى فنية مش مجالها دوت لكن لما بنتكلم في الكوره بصفه عامه زي الاستاذ فتحي ما قال من سنه 90 بعد كاس العالم في ايطاليا في لمحه بصر كره القدم اتحولت من هواة لمحترفين دون دراسه اول حاجه اتعملت خدوا قرار بان اللاعب اللي مقيد في ناديه ومضى عليه ست سنين من حقه
يهجر ناديه بدون اي مقابل. دي كانت اول حاجه ضربه للترسانه، كان منها مشي محمد رمضان، مشي محمد فؤاد، مشي احمد مصطفى، كانت لعيبه من اللعيبه الاعمده بعد كده. وبعدين وهلم جرى، جت بعد كده لعيبه كتير مشيت. الاحتراف له اصول وله قواعد، زي ما قال الاستاذ فتحي احنا لم نتبع هذه الاصول، احنا عندنا كل الاحتراف على الورق. الاحتراف له اسس، ان لازم النادي بيفصل الحاله الاجتماعيه عن الحاله الرياضيه، والنادي يبقى بقى شركه فعلا مؤسسه لكره القدم. لازم يكون عنده ملعب، لازم يكون عنده مدرج، لازم يكون عنده موقف للسيارات بيتسع لنسبه 25% من اجمالي عدد الجماهير. 12 فرقه لو بناخد كمثال في الدوري الممتاز، انديه شركات كلها ولا نادي عنده ملعب. وعايزين الكره تتطور ازاي؟ ولا نادي منهم عنده ملعب، ولا نادي عنده ملعب. اغنى نادي فيهم مين؟ زد ما عندوش. وبيراميدز زد بيلعب بره، وبيراميدز بيلعب بره. كل ده ما عندوش ملعب، ما عندوش مقر، وبالتالي اصبحت الجماهير بتتقلص. النهارده الانديه الشعبيه كانت بتعتمد نسبيا على الدخل بتاع المباريات. اللي بيجي يتفرج 20 و30 واحد هيجيب منين فلوس؟ الانديه بتاع الشركات عندها فلوس من ميزانياتها، لكن الانديه الشعبيه بتروح تتفرج على الماتش زي مسرح فيه فنانين ومفيش جماهير، هيجيب فلوس؟ مش هيجيب فلوس. ما هو دخل. فالانديه بتتضرر. الاحتراف في مصر دلوقتي فقط على الورق، انك تكتب عقد مع اللعيب وخلاص، لكن الاحتراف في كل دول العالم ليه قواعد، ليه قواعده، وكل الدول ماشيه عليه. احنا كم مره الاتحاد الدولي يدينا سماح عشان خاطر ما يمنعناش من الاشتراك الدولي، في حاجه بنقدمها ان احنا ادونا سنتين كمان عشان اصل عندنا مشكله كذا والامور دي كلها عشان نوفق الاوضاع. كل ده ما بيحصلش. الاحتراف فقط على الورق ولاجور اللاعبين، والمستفيد منه اللعيبه بامانه. طبيعي مفيش حد، ما عندناش لعيبه تساوي الاسعار دي. كابتن علي هو الاحتراف، الاحتراف لما اتعمل او اقترح الاحتراف قالوا عشان تطوير كره القدم وتواكب المستويات العالميه. كل اللي حصل لمجرد بس جابوا كام بند من بعض الدول الشقيقه لينا العربيه اللي احنا كنا رواد ليها. نعم. وعملوا بيه اللائحه دي، وللاسف شديد هي دي اللي لسه اتعمل النهارده. صندوق الاستثمار الحقيقه بيتبنى في السعوديه، بيتبنى اربع الفرق الكبار. طيب. بيتبنى الاربع الفرق الكبار، بيجهزهم ليه؟ لان دول هيطرحوا في البورصه. صح. يعني دول هيخشوا. طب يعني ليه؟ طب خلونا نشوف هذا التقرير عن نادي الترسانه الشواكيش، ونخرج فاصل ونرجع. ليه الدول العربيه عندها انديه في الامارات، في السعوديه، في المغرب، في تونس؟ ما عندهم انديه كثيره. ده المغرب عندها تجربه رائده لنوادي صغيره جدا من مناطق نائيه ومناطق صغيره قدرت انها تقفز وتاخد الدوري. النوادي لازم يكون لها جمهور. بتتفرجوا على الدوري السعودي، مطحنه بجماهير ضخمه جدا. دوري في الامارات، الدوري في المغرب، احنا هنا الدوري في تونس، العراق. احنا دلوقتي الدوري بتاعنا بقى بارد، بقى ممل، لانه حتى اللاعبين لما بيروحوا بقى يلعبوا بطوله افريقيا في نوادي اخرى بيتخضوا من حجم الجماهير. احنا نسينا حجم الجماهير. ولو حتى الرابطه قالت ان في 20,000 استاذ لميس، ده في جيل بحاله لعب كوره وبطل ما يعرفش حاجه عن الجماهير، لا سمع هتاف معه ولا سمع هتاف ضد. نشوف الترسانه شواكيش كره القدم. وخد بينه وبين الشاذلي وابراهيم الخليلي، الثلاثه ترسانه. الشاذلي يجيب الجول الثاني في جوله، ترسانه تجيب جول التعادل. جمال حمزة. شواكيش الكرة المصرية أو الترسانة، النادي اللي كان صاحب شعبية كبيرة جدا ومنافس دائم للأهلي والزمالك على البطولات، والمتوج بلقب الدوري مرة وكاس مصر 6 مرات. النهاردة بيعاني زيه زي كتير من الأندية الشعبية اللي تراجعت في السنوات الأخيرة. احنا دلوقتي موجودين داخل نادي الترسانة عشان نتعرف على الأسباب دي، ونعرف ازاي نادي الترسانة بقى بعيد عن دور الأضواء والشهرة لأكتر من 14 سنة.
الكره دلوقتي بقت فلوس. يعني معلش احنا بنكون مزنوقين وسط مجموعه كلها بتصرف. يعني السنه اللي فاتت مثلا كان معانا بتروجيت الاتصالات وادي دجله، الفرقه كلها بتصرف، عندنا امكانيات جامده جدا. قال لي نادي شعبي يصرف فيه 20 لعبه 18 لعبه، فالموارد متقسمه، زائد ان انا عندي جمعيه عموميه لازم ابقى بعمل تطوير في النادي، مش زي انديه شركات كل فلوسي موجهه للعبه واحده، فانا مستحيل هقدر انافسه. انديه شركات عندها ماده فتقدر ان هي بتقدر ان هي تجيب لعيبه كويسه باسعار كويسه. الانديه الشعبيه غير الانديه المؤسسات، في لعيبه لعبت وبطلت ما حضرتش جماهير. نجوم الترسانة بيأكدوا ان ندرة المواهب وغياب التخطيط سبب رئيسي في الأزمة، خصوصا ان الأندية الجماهيرية كانت مصنع للنجوم لما كان في كشافين بيفتشوا عن مواهب تنضم ليها، فخرج منها كتير من عظماء الكرة المصرية. المواهب قلت، كنا زمان بنلعب الكرة شراب في الشوارع، دي كانت فيها ميزة جميلة جدا وتخرج نجوم، والكشافين كمان زمان غير دلوقتي، في حد كشاف دلوقتي بيقدر يشوف لعيبه هي القصه كده. الشركات دلوقتي ما بقاش في جمهور، عدد جماهير قليل جدا. الشركات اللي هي بتدور على دعايه وعلى اعلان ليها، لو هي حبت تخش تبقى سبونسر او داعمه للانديه دي هتبقى افضل ليها بكتير. وعلشان ترجع الكرة لمسارها الصحيح لابد من حلول سريعه لضمان انتشال الانديه دي من ازمتها، لأنه باختصار الأندية الشعبية والجماهيرية هي القلب النابض للكرة المصرية. هشام الرباط، كلمة أخيرة. عدنا مرة أخرى للحديث عن النوادي الجماهيرية. طيب عندنا سؤالين، ماذا يحدث في قطاع الناشئين وما هي مصادر الانفاق على النادي او مصادر اموال النادي بتيجي منين؟ نبتدي كابتن علي، الناشئين، طب اذا كان اللاعبين الكبار اللي هم المحترفين راحوا في الوباء مع الفلوس بتاعت الانديه الشركات او الانديه الكبيره، واللاعب في النهايه عايز فلوس. نعم. كلمني عن الناشئين، ماذا يحدث لقطاعات الناشئين؟ ليه قطاعات الناشئين متدهوره في النوادي الشعبيه؟ القطاعات الناشئين دلوقتي اي لعيب بيطلع عنده 15 16 سنه يبقى ليه وكيل يلف بيه الانديه كلها في مصر ويعرضه ويغيب الواد على التدريب، لانه ما بقى طبعا ما بلاقيش رعايه او ما بلاقيش الانديه الضعيفه بالذات في الناحيه الماليه، بيضطر يعني ما شاء الله في سماسره شغاله بتودي اللعيبه بنفسها وتبعده، تبص تلاقي شهر اللعيب ده ما جاش، راح فين؟ بيلف بيه. فالعمليه مش، لكن انا بامانه في النادي الاسماعيلي الفتره الكبيره ال 30 40 سنه اللي فاتوا دول اللي موقف النادي الاسماعيلي على رجليه، انا هتكلم على الاسماعيلي لانه انا كنت في الفتره دي موجود، كان هو اللي موقف الاسماعيلي على رجليه الناشئين، القاعده بدليل ان الفتره الغزيره دي طلع مش اقل من 40 50 لعيب لعبوا النادي الاسماعيلي في الفتره دي، ومنهم ثلاث ارباعهم لعبوا دولي، فكان في حفاظ وكان في رقابه وكان في رعايه. بس كابتن حسام مثلا في النادي المصري اغلب اللاعبين دلوقتي مش من ناشئين النادي المصري، كتير بيبقوا جايين من بره. لا يعني دي ظاهره كويسه مش وحشه، بس احنا عندنا فندق يعني، عندنا مكان للمكان حتى الاولاد زي ما بيقول حسام. انه هيروحوا فين؟ لا احنا عندنا مكان بيقعدوا فيه وفي رعايه بالنسبه للاولاد دول. دلوقتي حصل اهتمام كبير لانه عمليه الشراء نست الناس للناشئين، عمليه الجذب بقى السريع واللي اجيب من ده من هنا وراح. هل عمليه ان النوادي الشعبيه لم تعد قادره على شراء لاعبين اكثر فخلى الناشئين اهم بالنسبه هم الاساس هم الاساس يعني هو الموضوع ان الناشئين في اي مكان مش لازم يكون من الارض نفسها دي او من النادي المصري بس، لا من ضواحيها ومن دمياط وضواحي دمياط والحتت اللي بس خلاص هم دخلوا ناشئي نادي المصري. جميل. ناشئي النادي الاسماعيلي، فدول لازم قدر المستطاع بيتوفر لهم الاقامه طبعا والتغذيه ولازم يتصرف عليهم، فكل الكلام ده بيتطلب مبالغ جامده جدا. للاسف كان زمان انا افتكر كان في شباب رياضه كان بتعمل صرف مبالغ كبيره لصالح الانديه بس ما تصرفش الا للناشئين، ولو اتصرفت في غير محل الناشئين يبقى مخالفه ماليه. فكان بيجي مثلا في حدود 600 ألف
مخصوصين للنادي المصري لقطاع الناشئين، ولو اتصرفوا غير ذلك تبقى مخالفه ماليه. فده كان شيء من الصح كان بيحصل علشان نقدر تكون قاعده زي ما الكابتن علي قال، ان قاعده لازم تبدا من تحت بالناشئين، من بورسعيد او من دمياط او من المنصوره. دي الشطاره انك تنتقي المواهب الكويسه لكل نادي. هل قطاعات الناشئين في النوادي الجماهيريه او الشعبيه فيها بصراحه نفس الفساد والمحسوبية اللي موجودة في النوادي التانية الكبيرة؟ في سواء في على فكرة ده في موجود في نوادي الشركات وفي النوادي الكبيرة كابتن شاكر. لا الفساد موجود، الفساد موجود، الفساد موجود في كل الأندية. انا هقول لك على حاجة ما نقدرش ننكره، الفساد موجود. يعني حتى الأندية اللي هي الشعبية اللي هي ما بقاش معاها فلوس لسه برضو فيها ايضا فيها محسوبية وفيها لسبب واحد، لان الأندية اللي هي افتقرت مش قادرة تصرف، ما بقاش عندها الدخل مقدرة اللي يكفي انه يصرف على الناشئين. المفسدين اللي بيخشوا الانديه بيعرفوا يستغلوا الثغره دي. يعني احنا عندنا مثلا البراعم، في انديه كتير قوي زي الكابتن علي ما تفضل وقال، بيبقى ولد واضح انه موهبه فطريه، ممكن يغيب شهر او شهرين وفجاه تلاقيه بقى في نادي من انديه الشركات دي. بالإضافة لأن للأسف الشديد الأساس في تطوير وتنمية الناشئين قبل ما نقول الفلوس وقبل وقبل الملاعب والإمكانيات وأدوات التدريب، الأندية كتير بتفتقد لده برضو. ليه؟ لأن الأندية الشعبية افتقدت للجماهير، فما بقاش بيجي لها أصلا دخل من مباريات، لا تقدر تصرف على الفريق الأول ولا هتصرف على الناشئين. فاتجهت بعض الأندية لأنها تتنازل عن عدد من الفرق لأي واحد مستثمر، والمستثمر ده كل اللي يهمه ده عمل تجاري بقى، فيعملوا بالقطاع الاستثماري يدور على ايه، دي اخطر نقطه، ودي اخطر حاجه. هيستفيد ازاي؟ طب انا بس عايز اقول لك كابتن شاكر ان اخر لاعب طلع من الترسانه كان ايه؟ عمرو سماكه اللي راح الاهلي باين 2006. اخر لعيب راح النادي الاهلي وحارس مرمى موجود دلوقتي هناك اسمه مخلوف، مصطفى مخلوف. ده طالع من عندكم؟ ده من عندنا من الترسانة. بس من عندنا بس انتوا طلع من عندكم ابو تريكا، وطلع من عندكم عمرو سماكه، راح محمد رمضان، راح ابو تريكا، راح سماكه، راح محمود سمير، دلوقتي في مصطفى مخلوف دوت حارس مرمى. كابتن ابو جريشه، برضو الاسماعيلي ده كان مصنع اللعيبه بالذات الناشئين، كان معروف الناشئ بتاع الاسماعيلي ده طالع من مدرسه الاسماعيلي. برضو حتى مدرسه الناشئين في الاسماعيلي لم تعد موجوده زي الاول. لا بقى في اكاديميات دلوقتي عملوا حاجات استثماريه، لكن ما زال الاسماعيلي عنده ايوه استثماريه، وده بقى اللي انا عايز اساله. اكاديميه استثماريه الناس بتدفع فيها فلوس، بتكلم على الناس العاديه مجرد الفلوس بس. لا الناس العاديه بيتعمل لها طبعا في الاختبارات في اول كده، اللي بيبقى مميز النادي لازم بيجيبه، لازم ياخده، لو ليه مشاكل او ليه حاجه بيحلها. ليه؟ لان ده يعني موهبه، فلازم انت بتجري ورا الموهبه. يعني لعيب مثلا زي مثلا عبد الله سعيد او فتحي او حسني او كل ده من صغرهم كانوا في النادي 14 13 سنه. ايوه ده برضو قبل كده. دلوقتي حتى النوادي دي لم يعد لديها كشافين تروح مثلا اسوان، تروح اسيوط، تروح المنيا تدور على اللعيبه، ما بقاش فيه الكشافين دي يا كابتن ابو جريش. لا هم مش مكشافين، هم دلوقتي بيدوا فرصه اللي بيدوروا على الماده، يعني يروح يشوف لعيب ياخده يوديه النادي هو بنفسه. حتى لو بيشتغل النادي هو ياخده يوديه الحته اللي هياخد منها فلوس، يعني بيروح على انديه الشركات يديله. يعني الاسماعيلي ده كان جاب بركات من السكه الحديد بالظبط. وجاب لا وغيره سيد معوض، سيد معوض جايبينه من الفيوم، واحمد حسن مجالكم من لا لعيبه وعماد النحاس. ايه الخلل في قطاع الناشئين استاذ فتحي في النوادي؟ الخلل في قطاع الناشئين في حاجتين. الحاجه الاولانيه انه عمليه الصرف والانفاق مكلفه جدا، وبالتالي الناشئ لا يجد الرعايه الكامله اللي يصنع من خلالها لعيب في المستقبل. صحيح. نمره اثنين، النظام الاستثماري حضرتك غير الاكاديميات. النظام الاستثماري انا بروح النادي الفلاني عشان ما مش هقول اي اسماء. بيخش النادي ده عنده قائمه لعيبه. انا بروح اخش اقول للراجل خد 15000 20000 اهو وايد الواد عندك عشان ربنا يكرمنا والامور تمشي كويسه. ده غير الاكاديميات. ده الفساد اللي بيتكلم عليه الكابتن شاكر. ان انا حتى الفرق اللي بتبقى مقيده ممكن جدا ادخلها
بالفلوس، ودي كارثه. الاكاديميات دي حاجه تانية وحاجه مهمه. الاكاديميه حاجه تانية، بس في حاجه اسمها الاستثماري. ما هو ده اللي هو ده، ما هو ده إيه النوادي. لا بقول لك يعني نادي 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 ما بيأيد جزء كده بسيط، دول اللي هم زي ما كابتن عادل اتفضل، دول اللي هيتأيدوا بجد، دول اللي هيتأيد عليهم قدهم مرتين بفلوس. اللي أبو مبالغ على فكره، على فكره بمبالغ كبيره، مش لازم 50 و60 و70 و80 الف جنيه. فبالتالي هنا بيطالب ان هو عايز يلعب زيه زي المقيد الف وب. هو بيلعب خش فرقتين. انت عارف هتيجي الكارثه ايه؟ ان مش موجود في الكوره بس في الانديه، نعم ده موجود دلوقتي في كل الالعاب، دي كارثه كبيره. نعم نعم. وبالتالي اليد موجوده وفي الطايره موجوده وفي السله موجوده. الكلام ده لازم يتحل ازاي؟ ان الميغة دي، لان في ناس منتفعين. يعني مساله الاستثمار النهارده، في فرق كبير بين الاستثمار، انا كنادي استثماري زي ما قال الكابتن شاكر، عندي مقومات النادي. وهنا نرجع للمقاولين، عنده الامكانيات دي، انبي عنده الامكانيات دي، فرق الجيش عنده الامكانيات مش دي. كل يعني خلينا بس لا نعمم، لا معمم. في انديه شركات، هنقول في انديه، هنقول تجربه ناجحه، تجربه ناجحه نادي انبي، وقبل ما نقول دوري العرب، انا رايي ان السكه الحديد برضه. لا انا بتكلم على الناديين، ما زالوا في الدوري المقاولين، لا ما زالوا في الدوري الممتاز، المقاولين ثم انبي، ثم انبي. الوقت انبي الاعمار السنيه بتاعت الفريق الاول صغيره جدا. ليه؟ لانه عمل قاعده ممتازه من تحت، من الناشئين، دول نفعوه في الوقت الحالي. ما هو ده اللي ماشي فيه الاسماعيلي. انت عارف الناشئين النهارده في على فكره كابتن علي هو مسؤول دلوقتي جوه النادي، على فكره النهارده شباب صغير بيلعب، ودي اللي عامله عمليه. عايزه جرأه يا كابتن علي، عايزه جرأه. الولد حس انه قرب يلعب، وبدات بصراحه بدات البشاير برضو. جلال كان عنده شجاعه في انه يدفع ببعض العناصر الشابه اللي بدات تاخد فرصها وتثبت اقدامها وتلعب، ودي عملت لنا عمليه ان اللي وراه منه طمعان او يعني عنده طموح، انت عايز يلعب، تخلق دوافع. بالتالي هي دي اللي نفع النادي شويه. طب كابتن علي، انت عملت تجربتين، يعني انت من النادي الاسماعيلي طبعا، ولكن ايضا كنت مدير لرئيس لنادي دجلة، وادي دجلة. تمام. كلمني عن الفرق، كلمني عن الفرق، وكلمني عن الفرق في الامكانيات، وكلمني عن الفرق بين نادي شعبي ونادي وادي دجله، ده نادي خاص استثماري او نعم. نادي شركه، يعني كلمني عن الفرق. لا الفرق طبعا، يعني حتى حضرتك تشوفي الاختبارات، لما تعملي اختبار في الاسماعيلي هتلاقي فيه الافات جايه. صحيح. وجايه من اخر الدنيا عشان اسم الاسماعيلي. دجله برضو كان عنده جذب، لانه نادي منظم، وبدانا نعمل الاختبارات وبدانا نطلع لعيبه. يعني الناس كتير بتعرفش ان مثلا مرموش من دجله، مصطفى محمد اصلا من دجله، الاثنين كتير قوي اللي من دول، كل ده من دجله، ناشئين كتير. النهارده الدوري ممتاز، يعجب بمجموعه لعيبه بتلعب من دجله، من كلهم ناشئين. النادي الاهلي خد زيزو دجله، كل ده. فلا العمليه الاسماعيلي فيه ميزه، ان بالذات السنه دي، ان عمليه الدفع بعدد من الناشئين خلت الصف اللي وراهم عايز يخش، عنده امل. طب. وبالتالي ايهاب ليه دور في هذا الموضوع. يا كابتن ايهاب جلال، طب عايزين نتكلم بقى على العوائد، من اين تاتي اموال النادي؟ يعني جماهير وما فيش جماهير، مفيش. في حقوق رعايه، يعني دلوقتي انتوا اولا بتدفعوا كام عشان تعملوا قيد يا اساتذه؟ لا انا كان السنه دي في اول السنه مطلوب 10 مليون من الاسماعيلي عشان نقيد اللعيبه. هي كل النوادي بتدفع رسم قيد بالتساوي؟ لا مش بالتساوي، على حسب قيمه العقود. على حسب قيمه العقود. الاجنبي يختلف. حضرتك في العقود عليها رسوم. الرسوم دي طبقا للمبلغ اللي متفق عليه. فمثلا الاهلي جايب خمس لعيبه من بره. اقول لك على مصيبه، يعني حضرتك عشان ما تدفعش كتير فلوس، العقد اللي بيتقدم لاتحاد الكوره بيبقى غير العقد الموافق معاه. ايه ده، عقد مضروب؟ في كتير منها عقود. ده زي حاجات الضرايب؟ في كده. في عقود كده؟ في عقود كده، عشان على اساس ان العقد قيمته بتبقى عاليه. فاللاعب يتحمل جزء، لان في بنود العقد بيقول لك ايه، يتحمل الطرف الثاني وهو اللاعب قيمه الضرائب. اللعيب بيقول لك لا انا همضي عندك، بس مش هاخد مني. لا الانديه اللي بتدفع. لا في انديه بتدفع. لا بتدفع الانديه، هي اللي بتدفع. ما اي لعيب هيروح وانت عايزه هتوقف. الانديه تدفع الضرائب. منين بقى كل بتدفع ده؟ من قيمه العقد. يعني الاسماعيلي كان عليه كام السنه دي رسوم قيد؟ السنه دي كان عليه 10 مليون. مليون. المصري. لا ما اعرفش القيمه بالظبط، لكن مبالغ كبيره. وهنا يا استاذ لميس، لازم الانديه الشعبيه يخف عليها المصاريف دي. انا هو انا ناقص، انا باخد كام؟ يعني انت في عندك انديه شعبيه. انت دلوقتي عندك حقوق، بيجي لك ايه؟ حقوق رعايه؟ حاجات يعني وبس. ما تكملش، ما تجيبش حقوق اللعيبه اللي انت بس.
حقوق بس، حقوق رعايه، حاجات كلها بسيطه. دي الاعلانات. طب ما فيش رعاه للتيشيرت، ما فيش رعاه بيجي للنادي، لا يعني غير كده يعني ده سبونسر، غير راعي ملكات البنوك وكانت الشركات دلوقتي بقى. انا بتكلم راعي للتيشيرت، راعي للكذا، سبونسر يعني. النادي المصري عامل، النادي المصري عامل راعي، بس برضك اللي بيتصرف اضعاف اضعاف اللي داخل منها الراعي. لا اصل هو كمان حضرتك الراعي مادام مفيش جماهير، مين اللي هيشوف الاعلام بتاعه؟ محدش. في جماهير او نادي فرسان، او انا نادي جماهيري بس انا حالتي عندي معاناه، برضو الراعي مش هيجي لي لان انا مش هلبي له ان انا يبقى عندي حتل الرواج اللي موجوده والقصه دي كلها، لانه كل ما الاداء بيبقى عالي كل ما المبلغ اللي النتائج كمان مش كده يعني. بتلعب مثلا في الاسماعيلي ال 14 غير لما تلعب بطوله افريقيا، غير لما ليه انت الراعي يجي لك بقى ليه؟ انت متشاف كل هتسافر وهتروح في افريقيا وهنا وهنا وهنا، لكن دلوقتي ما عادش الانديه عندها مقدره انها تلعب في افريقيا وتوصل. بص يا استاذ لميس، في فرق كبير جدا ان احنا الانديه تتحول لشركات او تتشارك بالتجارب، ان النادي نفسه يعمل شركه محدش عملها في مصر وكلها فاشله، التخين فيهم فاشل. يعني اذا كان الاهلي والزمالك عملوش حاجه، مش عارفين يعملوا الشركات اللي هي زي اوروبا. طيب يبقى الحل الوحيد ان الشركات يعني بيراميدز مثلا، بيراميدز اشترى الاسيوطي مظبوط بس النتيجه كانت ايه برضه؟ ما هو شاري لعيبه كتير جدا غاليين جدا، وساعات بيعرف يوصل للكونفدراليه وساعات ما بيوصلش. يعني برضه ما احنا عايزين المحصله ايه؟ المحصله ايه؟ يعني هل دلوقتي الحل انه هذه الشركات تشتري الانديه الجماهيريه؟ الحل حضرتك ان الشركه، بص نظام الشركات زي السعوديه، ما انا بقول لحضرتك النادي عشان يبقى عنده شركه تدير يعمل شراكه مع شركه زي اوروبا ما حصلت. انا كنت قلت عندك هنا نادي اي سي ميلان 2018 مليون ب 500 مليون يورو اشترته شركه استثماريه وبرده باسم النادي هو وقدرت ان هي تتخطى ملعب الاتحاد في في في, في انجلترا بتاع المان سيتي. ما هو مان سيتي لكن اسمه الامارات. فهو لازم النهارده واحنا قاعدين هنا كده هذه الانديه كلها لابد ان تدعو المستثمرين الذين يرغبون في شراء كره القدم في النادي. هقول لك على حاجه، كامل ابو علي بيصرف صرف السنه دي اكتر من 250 مليون جنيه، مليون جنيه من جيبه. ايه المانع ان كامل ابو علي يدخل شركه مع النادي المصري، يدخل شركه وتبقى شركه رسميه؟ هو لازم تحول هذه الانديه الى شركات استثماريه. وعلى فكره هو في الطريق ان هو يعمل حته شراكه مع الوزاره ومحافظه بورسعيد في موضوع الاستاد، لان الاستاد هيبقى يحتوي على بعض المشروعات الاستثماريه. هو شركته تشتري النادي، هو هيخش بقى كده يعني. ده كده الاسماعيلي اكيد في ناس هتشتري. ايه بقى يا كابتن علي؟ هتشتري فريق كره القدم ادم لميس في الاسماعيلي، كره القدم في نادي الترسانه. الراجل ده لما هيشتري هيستثمر، وكل الفساد ده مش هيبقى موجود، لانه هيشتري كره القدم الناشئين هيبقى فيها انضباط والتزام، مش هيبقى فيه بطاله كتيره موجوده، مش هيبقى فيه. وهتلاقي على فكره الرقم اللي بيدفع اقل كتير من 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 التقييمات الاخرى. ممكن. لانه لما الرقم بيتدفع في اطار شركه استثماريه قطاع خاص بيبقى مختلفه مشتري. عن فكره بقى اللي نادي محدش بيحاسبه، كل واحد يصرف. الحاجه الثانيه ان انا برضو لازم كل الشركات اللي موجوده في الدوري الممتاز دي ما تاخدش نفس الامتيازات اللي لازم تاخدها الانديه الجماهيريه. يعني مثلا انا هقول له سيادتك لازم، وانت لو عايز تكمل في الدوري الممتاز ترعى الفريق من الفرق. الله يرحمه الدكتور اسماعيل عثمان كان رئيس شركه المقاولين. نعم. مش كان بيرعى الاسماعيلي؟ طبعا. وكان بيرعى المصري؟ حربوه حرب شعواء. فهي الفكره كلها، كل نادي عايز سيادتك تلعب في الدوري الممتاز وتكمل، انت النهارده في اسكندريه الشركه الفلانيه عارفينها؟ هترعي الفريق الاسكندريه. بالاضافه وهكذا. بالاضافه حاجه ثانيه بعد اذن حضرتك، ومش هتاخد نفس المزايا اللي بياخدها النادي الجماهيري. لازم تخفيض الضرايب مثلا، القيمه المضافه على مثلاً الانديه الجماهيريه. لازم الانديه الجماهيريه تكون لها مزايا في عقود الرعايه، لازم يكون لها مزايا في بعض، لازم يكون لها مزايا مختلفه. لازم هوجه الانتقالات والفساد اللي في عمليه البيع واللعيبه دي في حاجه ممكن توقف ده. هقول لحضرتك، اتحاد الكوره بعد 2002
لما جه الكابتن حربي من بطوله امم الافريقيه وخسرنا هناك ولقى الدنيا هتفتح، قال لك انا هعمل انتقالات اربع لعيبه بس، لان كانت الدنيا بدات توسع وكل نادي يجيب له 20 لعيب والسماسره اشتغلت والوكله واعضاء مجالس ادارات شغالين في البيع والشراء. فقال لك انا هعمل انتقالات اربع لعيبه بس، اثنين افارقه او اجانب واثنين مصريين. هيحد من الكلام ده حضرتك ان احنا النهارده لازم برضو اتحاد الكوره الهوجه بتاعه الانتقالات الكتيره دي اثنين بس ثلاثة. هقول لك ليه؟ هقول لك ليه؟ أفارقة. هقول غلط. ما لهمش أي لازمة على فكرة. ده بيجي بالسلب. نصهم ما لهمش أي لازمة. ده عارف. يعني أنا بقول لك أهو إحنا أنا في الأهلي ما عندي ناس ما لهاش أي لازمة. عارف بالسلب على مستوى اللي بقى أنا لما أعمل اثنين بس هخلي قطاع الناشئين في الأهلي دي. إحنا من 10 سنين كان حراس المرمى في مصر ما كان كانوا في وضع سيء. لما عملوا قرار بإن منع الحراس الأجانب يبقوا في الدوري المصري ارتفع الحراس ومستواهم الفني لكل الأندية في مصر حاليا بسبب إن ما فيش حارس أجنبي أو أفريقي بمعنى أصح في الدوري المصري. اللاعب المصري عقوده أكبر بكتير مما يستحق. لو أنا لازم أكبر بكتير مما يستحق. أنا لو جيت وبعدين هو اللي بيحدد سعره. لا 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 بنعمل نظام احتراف خارجي. طب وليه ليه بنقولش إن فيهم ضربة يا كابتن علي؟ فيهم ضربة. وفي مضاربة وفي سماسرة بياخدوا فلوس. بالظبط كده. طب أنا لازم أخرج فاصل آخر، لكن كان في حريقة في بلاتو الكبير قوي، مسلسل الكبير قوي في منشية القناطر، الحمد لله الحريقة اتطفت وتم السيطرة على الحريقة. الحريقة دي كانت في مزرعة واللوكيشن التصوير تم اتخاذ إجراءات قانونية، لكن يعني أعتقد أن نتمنى أن يكون محدش اتصاب في هذه الحريقة. لا لم تكن هناك إصابات، أو على الأقل الخبر اللي عندنا بيقول لم تكن هناك إصابات، فنتمنى السلامة لميكي وكل ورحمة وكل الناس اللي في الكبير والمخرج طبعا الجندي، كلهم نتمنى لهم السلامة في بلاتو الكبير قوي. يعني عايزين نشوف الحريقة بقى دي هتصوروها في المسلسل ولا هتعملوا ايه. نخرج فاصل ونرجع نتكلم بقى عن الحلول، كيف ننقذ الأندية الجماهيرية. الدقائق الأخيرة من حوارنا حول الأندية الجماهيرية والبريك عشان طويل احنا بنتكلم فيه على ذكريات كثيرة، منها ذكريات كابتن علي بوجريشة بقى، يعني اللي كان يعني هداف، كنت ايه اصغر هداف في الدوري يا كابتن؟ 19 سنة اصغر هداف في الدوري المصري، وكابتن ابو جريشة لعب مع الأهلي ومع الزمالك. ده صحيح. لعبت مع الأهلي امتى؟ لعبت مع الأهلي مباراة في 72-73 اعتقد، مباراة سانتوس مع سانتوس البرازيلي. ولعبت مع الزمالك، رحت ثلاث رحلات تقريبا مع الزمالك. ودي كانت مباريات وديه ولا ايه؟ وديه. سانتوس ده اتغلبنا فيه 5-0. اتغلبنا في اخر تلت ساعه للاسف. وكان يعني في بيليه مع ان الماتش طبعا كان في 3-4 منتخب برازيل، والوجه ليفت كان صعب قوي. ايده تكمل خمسة 5-0. خدوا 5-0 هو ده برضو ايه صح؟ وينفع ينفع كده كابتن؟ 5 بالبرازيل يعني. ذكريات لا يمكن ان تنساها طيب كابتن ابو جريشه في حياتك الكرويه؟ لا في الكرويه طبعا، في مباراه النهائي بتاع افريقيا، لان الملعب يومها كان انجلبير حوالي 100 ما تملاش، لغايه النهارده الملعب كان فيه 130,000 وفي حوالي 30,000 بره ما دخلوش، واضطرينا ننط من اوضه اللبس عشان ننزل الملعب لانه كانوا في الكوريدور مليان، وقاعدين كل الحقيقه كان كل جمهور مصر ورا النادي الاسماعيلي يومها، اول بطوله افريقيا، وكان وقتها ما فيش كوره في مصر، يعني كان الدوري موقوف، فبالتالي خدنا بطوله من رحم معاناه كبيره جدا، وفي نفس الوقت البلد كانت محتاجه اي فرحه في الفتره دي. فده يوم ما تنسيش، واي حد كل ما قابل حد ساعات يقول لي انا كنت في الماتش، انا كنت بتفرج في الماتش. فكان كله بصراحه جمهور كل الاهلي زمالك مصري اتحاد كله من الماتشات القليله اللي استاد القاهره كان مليان على اخره، اكتر من اخره ده كان اعمده النور فيها ناس واقفه. صحيح. طب وقتي بينتهي، الحلول كابتن ابو جريشه لاستعاده الانديه الحلول لازم يعاد، يعني عمليه تقييم مهمه جدا في ايه. انا عندي انديه عندها 100 سنه كوره، 100 سنه كوره زي طبعا الاهلي والزمالك، دول في قمه في العالم كله، في انديه مميزه زي ريال مدريد وبرشلونه في اسبانيا مميزين، ده كلام ما فيش خلاف عليه. لكن النهارده انا عندي انديه ادت منتخبات مصر كتير و 100 سنه كوره وتمثل محافظات، لابد يكون في نظره عشان تقدر الانديه دي تكمل رسالتها.
لان الارقام اللي تحصل وده عمليه غير مقبوله. فقال النهارده نسبه الرعايه لازم تكون توزع بعداله، لان لا يعقل ابدا ان انا اخد الفتات عشان اصرف على فريق عريق. انا عمري 100 سنه كوره وعندي، وبعد من اهم رافض للمنتخب المصري النادي الاسماعيلي، من اهم بره الاهلي والزمالك طبعا، من اهم رافض. فالنهارده لازم حقوق الرعايه، ما ينفعش يبقى ناس بتاخد ارقام كبيره جدا ونادي زي الاسماعيلي بياخد الفتات. طب هيمشي اموره ازاي حقوق الرعايه كابتن حسام؟ يعني انا هتكلم عكس النقطه دي. اللي بنتكلم بقى طيب والسوق، السقف بتاع اللعيبه والتعاقدات، احنا بنسمع عن 20 و30 و50 و70 مليون. لازم يوجدوا حل وبند ان يبقى السقف ده ما يعلاش عن مثلا احسن لعيب في مصر ما يبقاش 3 4 مليون، ما يبقاش ما يتعداش ذلك. يعني لازم دي لازم يتبص لها بشكل جدي جدا وتبقى معممه على جميع الانديه. النقطه الثانيه المهمه كمان حته الناشئين، مش عيب ان احنا نبص الاتحاد نجح في حاجه زي اتحاد اليد وعمل حاجه اسمها المرتبط، نتائج الناشئين مرتبطه بالفريق الاول. مش هقول كده في الكوره لان صعب، مش هتبقى زي اليد، لكن ممكن اعمل حاجه تانية. ودي فكره ان ممكن يشارك اجباري 3 لاعبين تحت السن في كل مباراه للفريق الاول. انا وقتي بيخلص كابتن شاكر. طبعا يعني من اهم الحلول بدل ما انا بقول انا دخلت الاحتراف داخل البلد، يبقى لازم الانديه بتفصل الجانب الاجتماعي عن الجانب الرياضي، وبقيه الانديه تنشئ شركات لكرة القدم اللي مسؤول عنها، وإدارة كرة القدم يبقى حاجة، واللي مسؤول عن النادي الاجتماعي حاجة تانية، لأن دي هتحل أمور كتير قوي وتقدر تجيب دخل للأندية. أستاذ فتحي، دعوة رجال الأعمال والشركات الكبيرة في مصر لشراء كرة القدم في الأندية. نمرة 2، تقليص عدد اللاعبين اللي بيقيدوا كل موسم لمدة 4 سنوات لـ2 لعيبة فقط محليين ولاعب اجنبي او 2 لاعبين اجانب. ايقاف التعاقد مع اللاعبين الاجانب لمده 4 سنوات حتى تتاح الفرصه امام اللاعب المصري، ولحمايه السوق من الفساد والعمله الصعبه. لازم يبقى في سقف لاسعار اللاعبين حتى تستطيع الانديه ان تتعامل في حدود الامكانيات المتاحه. ضوابط خاصه لانديه الشركات والمؤسسات ان هي يعني تمارس دور استثماري حقيقي برعاية الفرق، كل فرقة ترعى فريق آخر. وحاجة تانية أهم كمان، حكاية الحقوق الخاصة بالبث والرعاية للأندية الجماهيرية تبقى ضعف مميزة عن مميزة للأندية الجماهيرية أكثر من الأندية الشركات حتى تعود. أنا بشكركم شكرا جزيلا، أنا سعيدة أن أنا كنت موجودة معاكم مع كباتن كبار، يعني هؤلاء أيقونات لكرة القدم في عصر الدوري الممتاز على مدار عقود كبيرة. يعني شكرا لوجودكم معنا. شكرا أستاذ فتحي. الأندية الجماهيرية ده سر الكورة، ده هم صماعة. دول معاهم سر الكورة. الكورة تحتاج إن أنت تحول إلى صناعة، الصناعة، الشركات، الاستثمار. ما نقدرش نترك الأندية الجماهيرية اللي تتآكل وتنزل ما يبقاش في جمهور. إحنا هنقول هنعيد الجمهور، طب فين الجمهور؟ هنرجع لجمهور الشركات. هذه الشركات بلا جمهور ولكن بإمكانيات، لابد من إيجاد حل لإنقاذ هذه الأندية. بشكركم أعزائي المشاهدين، نتقابل بكرة بإذن الله. هذه لميس الحديد، أصبحوا على خير.